show run. بالنسبه لي الاكسس ليست عملت لها نستنج او دخلتها جوه الراوت ماب. تمام، ادي الراوت ماب بتاعتي بتقول ان في سطر 10 هنبص على اي حاجه تتوافق مع اكسس ليست 33 الاكسس ليست ديت اللي هو يعني 170 50 1 2 3 هنعمل لهم متريك تايب 1. وفي سطر 50 يعني لو الحاجه لم تتوافق مع السطر 10 اللي هو بيشترط شرط ان الاكسس ليست 33 تتحقق يبقى في الحاله ديت اي حاجه تانية هنعمل لها سيت متريك 77 وطبعا هتخش باي ديفولت تايب 2 external تايب 2. والراوت ماب دي كلها اللي اسمها ERGRP2OSPF طبقناها فين فين يا ايمن؟ اهو راوتر OSPF1 redistribute ERGRP1 subnets، بس تستخدم في redistribution route map اسمها ERGRP2OSPF. فكده احنا استخدمنا route map for redistribution عشان خاطر تعدل، مش بس تعمل filtering، احنا ممكن نعمل filtering طبعا. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا جيت دلوقتي كنت ما استخدمتش سطر 50 ده خالص، فاي حاجه بتتوافق مع access list 33 هيحصل لها ايه؟ هتخش وتعملها redistribution external type 1 وبس خلاص. طالما السطر التاني بتاع 50 ده مش موجود في الراوت ماب، اي حاجه تانيه يحصل لها deny لان اخر الراوت ماب برضو deny. كده الامر انتهى. كده شفنا يعني ممكن نستخدم الراوت ماب طبعا عشان نعمل filtering. او حتى انا كنت مثلا عملت deny هنا في الاكسس ليست، لو كنت بالمناسبه عملت deny هنا في الاكسس ليست ما كانش الماتشنج هيحصل، فكنا هنبص على اللي تحت برضو. اوكي، لان الشرط هنا بيقول ايه؟ بص على الاكسس ليست وساعتها اعمل redistribution بس external type 1. ممكن كنت اعمل ايه برضو لو عايز استخدم filtering بالroute map؟ اجي في سطر 50 ده اقول له route map ديت السطر ده سطر 50 مش permit بقى، ده deny. بدل كلمة permit هنا اقول له deny، واي حاجة تتوافق مع السطر ده يحصل لها deny. وبما اني ما كتبتش match statement في الroute map سطر 50 ده، انا كاتب set على طول، طبعا الست هنا مش ليها لازمة، بس anyways لو انا كتبت سطر 50 هنا deny وما كتبتش ولا match statement، ده هيؤدي لان اي حاجة لن تتوافق مع سطر 10 هيحصل لها deny. فده اللوجيك بتاع الايه الراوت ماب. This is how it works. يعني ممكن نستخدمها في route filtering، ممكن برضو نستخدمها في ان احنا نغير في الفاليوز بتاعة المتريك او نغير في نوع المتريك اذا كان external type 1 او type 2 وحاجات تانية جميلة حلوة كتير خالص ممكن نستخدم فيها الراوت ماب. طيب اخر حاجة هنتكلم عنها في الريديستريبيوشن هي مشكلة كده بتحصل او ممكن جدا تحصل لو عملنا multiple redistribution points. يعني انا عندي هنا ريب دومين وعندي او اس بي اف دومين، فاللي هيحصل ايه بقى؟ ان انا عندي هنا نتورك، النتورك دي اسمها 10 0 0 0. النتورك ديت هتخش راوتر 1 باستخدام ريب، واحنا عاملين ميوتشوال ريديستريبيوشن، انا عامل ريديستريبيوشن من ريب لو اس بي اف على الراوتر ده، وعلى الراوتر ده كمان عامل ميوتشوال ريديستريبيوشن. يبقى انا عندي redistribution تبادلي ثنائي الوجهة متحد الهدف تحت اي كلام. انا عايز اقوله ان انا بعمل redistribution على router 1 و router 3 من الاثنين domains الى بعضهم البعض. تعالوا نشوف النتورك اللي هي ايه ورا router هنا اسمه router x مثلا، النتورك اسمها 10 دي، باستخدام rip هتخش router 1 و router 1 هيقلبها الى OSPF. طبعا هنا في routers تانيين وعشان المؤامرة تكمل طبعا ايه هنوصل الراوترز دول ببعض، فده هيؤدي الى ان ايه راوتر 3 هيعمل ايه؟ هيجي له ابديت باستخدام او اس بي اف عن النتورك اللي اسمها 10. وخدوا بالكم بقى ان هو كمان هيجي له ابديت عن النتورك اللي اسمها 10 باستخدام ريب. تمام، فبعد شويه راوتر 3 هيقول ايه ده؟ طب انا جاي لي ابديت عن النتورك باستخدام او اس بي اف، جالي ابديت على النتورك باستخدام ريب، ايه احسن؟
بالنسبة للـ administrative distance طبعا مين اسمه ايه ده OSPF احسن، وهو اصلا في الاول هيكون بيعمل redistribution برضو، يعني هو هتجيله النتورك دي من هنا وعمل لها redistribution كده، فراوتر 1 برضو هيفكر نفس التفكير، فتبدأ تحصل لخبطة وتبدأ بعد شوية تختفي النتورك اللي اسمها 10 من الراوتنج تيبل، وبعد كده تظهر وتختفي وتظهر. ليه؟ ان هم هيفضلوا الطريق اللي هو عن طريق OSPF، يعني راوتر 3 هيفضل انه يوصل للنتورك اللي اسمها 10 من خلال راوتر 1 لانه جايله الادفرتايزمنت باستخدام OSPF، وكذلك راوتر 3 لما يبعت ادفرتايزمنت عن النتورك اللي اسمها 10 الى راوتر 1 باستخدام OSPF لانه هيعملها ريديستريبيوشن برضو، فده هيؤدي الى ان تحصل بقى ايه شبه مشكله كده شبه اللوب، ان هو كل واحد فيهم هيجيله المعلومه من OSPF، وطبعا OSPF مفضل باي ديفولت على ريب بسبب الادمنستريتف ديستنس، فده هيؤدي ان هم هياخدوا معلومه من OSPF وهي النتورك مش موجوده جوه OSPF دومين، فدي مشكله ان احنا عندنا الريديستريبيوشن بيحصل على اكتر من بوينت. الحل للمشكله دي ايه؟ ان احنا نستخدم راوت فلترز. احنا مثلا لما يجي راوتر 1 يعمل ريديستريبيوشن النتورك دي جوه OSPF اوكي، ما يجيش بقى حد تاني يدخلها من OSPF جوه ريب خلاص، او ما يستخدم يعني ما يستخدمهاش، ما يستخدمش النتورك ديت من جوه OSPF، او نحط راوت تاجز، او نحط راوت تاجز. دي اللي كنت بتكلم عليها لما نيجي نستخدم الراوت مابس، ان احنا ممكن الابديت اللي على النتورك 10 ده لما نيجي ندخله كده نحط عليه تاج بحيث ان هو لا يستخدم عند راوتر 3 وما يخشش، او راوتر 3 ما بعتلوش ادفرتايزمنت كده مثلا، تمام. فيبقى ممكن برضو بجانب الفلترنج ان احنا نستخدم راوت تاجز عشان خاطر الراوتس اللي داخله ديت نعمل لها ماركينج كده، وايه بحيث ان احنا نمنعهم برضو نعمل لهم فلترنج. يعني مثلا النتورك اللي اسمها 10 دي وهي داخله يتحط عليها تاج، التاج ده يتكتب عليه واحد مثلا، ونقول راوتر 3 هنا لما تجيلك حاجه عليها تاج واحد ما تدخلهاش تاني جوه ايه جوه ريب، لان معنى كده ان هو مين اللي عمل لها ريديستريبيوشن؟ راوتر 1. راوتر 3 لما يجي يدخل حاجه نحط عليها تاج اسمه 3، ونقول له راوتر 1 لما تلاقي حاجه مكتوب عليها تاج 3 ما تعملهاش ريديستريبيوشن. ممكن برضو نغير في الادمنستريتف ديستنس. بالمناسبه اي جي ار بي اوريدي عنده internal distance اللي هي 90 والexternal routes بيديها distance 170، فده بيؤدي ان الinternal routes عند EIGRP بتبقى مفضلة على الexternal routes. في EIGRP بيحل المشكلة ديت by default، ما عندوش فيها مشكلة حتة ان هو يبقى في عندنا multiple points بنعمل عليهم redistribution، فبالنسبة له الroutes اللي جاية من الexternal domain أسوأ، يعني الاكسترنال اسوأ من الانترنال، فعشان كده ما عندوش مشكلة في القصة دي. كده احنا اتكلمنا عن الريديستريبيوشن، دينا انترودكشن عنه ان هو عبارة عن ترجمة ما بين اتنين ما بيتكلموش نفس اللغة. شفنا ازاي بندخل routes جوه EIGRP وبندخل routes جوه OSPF. شفنا السيد متريك ان هو بيبقى انفينيتي بالنسبة ل EIGRP وبالنسبة ل RIP. OSPF ما بيدخلش السبنتس باي ديفولت عشان كده بنضيف السبنت كيورد. شفنا ان احنا ممكن نعمل فلترنج باستخدام الراوت مابس وديستريبيوت ليستس. شفنا ان ممكن لو عندنا مالتيبل ريديستريبيوشن بوينتس ان يحصل مشاكل ان الراوتس توت لوب ما بين المالتيبل ريديستريبيوشن بوينتس. وقلنا في الاول خالص ان الريديستريبيوشن مفيش حد عاقل يبني نتورك اصلا فيها اكتر من راوتنج بروتوكول، بس ده بيحصل باي ديزاين او بيحصل غصب عنك. امتى؟ لما يكون عندك فيه اتنين merged networks، او انت مثلا عندك interior gateway routing protocol IGP شغال جوه النتورك بتاعتك، وفي نفس الوقت شغال ب EGP على سبيل المثال، مثلا هنا انت شغال ب EGP وشغال interior مثلا OSPF او EIGRP، فانت محتاج برضو تعمل نوع من انواع الـ redistribution ما بين الاتنين. لكن طبعا مفيش حد في الدنيا ابدا يعمل ديزاين للنتورك من الصفر، يعني يقول له تعالى يا عم احنا عايزين نبني نتورك جديده، يقول لهم طبعا انا هعمل لكم فكره بقى جامده قوي، هحط لكم اتنين راوتنج بروتوكولز. ليه هو كده؟ انا عايز اعمل ريديستريبيوشن، فهو مصعبها على نفسه قبل ما يبدا الايه النتورك بتاعته. اشكركم للمتابعه، واتمنى ان لو في اي كومنتس يعني تقولوا لي، تسيبوا لي كومنتس او
تبعتولي ايميل، وان شاء الله نتقابل في اللقاء القادم على خير.